فيلم عصابة الماكس انا بعمل دور المكسيكي اللي هو بيتقال الماكس. العصابة دي مطلوب منها ان هم عملية معينة وهم اول مرة يتعاملوا. انت هتقول العملية دلوقتي ايه؟ عملية لا يهربوا حاجة، مش حاجة صعبة يعني، مش حاجة مش هحرق يعني. والبرومو اصلا يعني شارح ده، ان شاء الله بس يبقى على قد مجهود اللي عملناه نلاقي رد فعل كويس من الناس ويبقى عند حسن ظن الناس. لان في الاخر برضو انت مهما عملت ومهما كنت واثق ان الحاجة حلوة او كده، في الاخر الرأي هو رأي جمهور يعني. عن كواليس الفيلم وكانت لذيذه اكيد مع اوس وروبي. اوس احنا مع بعض على طول، وصاحبي وحاتم يعني اصبح من اقرب الناس ليا، نونيا صاحبتي جدا برضو. روبي لا روبي طبعا روبي يعني الطف الناس اللي اشتغلت معاها، وعلى المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني نجمه كبيره. اتمنى ان احنا نبقى وشنا حلو على بعض. في اعمال جايه ان شاء الله قريب؟ باذن الله في ان شاء الله افلام وفي مسلسل بلاتفورم ان شاء الله. Thank you.